بسم الله الرحمن الرحيم. هو الهدف من إنشاء القناة دي أو الصفحة دي هو إنه بحكم إن أنا يعني اشتغلت في مجال الهيدروكافلس والشانتس والإندوسكوب فترة تزيد عن 35 سنة، فأنا حبيت الحقيقة أنقل خبرتي المحدودة يعني للزملاء الأصغر والأكبر، و بحيث ان انا اشاركهم فيها. تعالوا بقى نتكلم في النقطة بتاعت النهاردة. في خطر كبير جدا بيهدد الاطفال بعد الجراحات، وهو خطر قاتل ولازم ناخد بالنا منه جدا. ايه هو بقى؟ اللي هو الترجيع، القيء. القيء طبعا زي ما انتم عارفين وارد جدا بعد العمليات الجراحية، وبالذات بعد عمليات المنظار بتبقى لسه ردود الفعل الريفلكسز ما رجعتش بكامل قوتها، وبالتالي الطفل لما بيرجع الريفلكسز اللي ربنا عاملها علشان تحميه من ان القيء ده ينزل في الممرات الهوائيه بتاعته بتبقى لسه ما اشتغلتش، فسهل جدا الطفل انه يرجع ويشرق، وده يؤدي بقى يا اما احيانا الى وفاه خالص، او احيانا الى التهابات شعبيه جامده جدا تحتاج بقى دخوله رعاية مركزة أسبوع أو أكتر، ده لو رعاية مركزة يعني شطار، ويخرج بالسلامة. يبقى دي أحد الأخطار اللي لازم تاخد بالك منها بعد الجراحات، وبالذات جراحة المنظار اللي هي جراحة كي الحنفية المعدلة. الموضوع ده شائع جدا ومنتشر وبيحصل، وحصل معايا أنا شخصيا. طيب إزاي بقى نتجنب القصة دي؟ تجنبها الحقيقة بسيط جدا وسهل. أولا نوعي الأم باحتمالية حدوث الكلام ده. الحاجة التانية بنخلي الطفل في وضع 90 درجة، وضع قائم أول يوم أو يومين بعد العملية لغاية ما ردود الفعل بتاعته ترجع وتشتغل. لو عملنا كده الطفل لما بيرجع لقدام، وبالتالي الترجيع كله بيقع بره بعيد عن صدره وبعيد عن نفسه، والموضوع ده ما بيحصلش خالص. يبقى دي نقطة. طيب هتقول لي طيب ما أنا هخليه صايم. أيوة، ما هو ساعات ما تنساش اللعاب كل يوم انا وانت بيطلع لنا لتر ونص لعاب. ساعات الترجيع حتى لو هو صايم، حتى لو صايم العصاره اللي في بطن الطفل ساعات بتطلع، وده اوحش من الاكل، وبتحرق الرئه وتعمل التهابات شديده. وبالتالي سواء بقى صايم مش صايم لازم تعمل اللي بقولك عليه، تقعده 90 درجه يعني لمده يوم او يومين لغايه ما نطمن ان الريفلكسز بتاعته او ردود الفعل كلها رجعت، وبعد كده ممكن بقى يرجع ينام. وحقيقة انت لو فتحت المراجع العلمية ودورت على السادن انفانت ديث سيندروم اللي هو الاطفال اللي بتموت فجأة كده، هتبص تلاقي ان في نظريات كتير بتقول انها بسبب ان الطفل بيشرق فمجرى الهواء بتاعه بيتسد، فالام بتصحى بتلاقيه توفي مات يعني. طبعا ده في الظروف الطبيعية، عشان كده قالوا ننيم الاطفال على وشهم وبعدين رجعوهم على ظهرهم، فضلنا بقى في الحدوتة دي. لكن الخطر ده قائم حتى بدون جراحة، ولكن طبعا بيزيد جدا بعد الجراحة، والحمد لله ان حله سهل بسيط. وانا بحذرك ما تعتمدش على ان الطفل صايم، لان حتى مع الصيام حصل، برضو حصل معايا انا شخصيا ارتجاع جامد جدا وعرض حياة الطفل لخطر شديد. برضو الارتجاع ده ساعات بيحصل مع التشنجات. احنا عارفين ان التشنجات واردة بعد تركيب الصمام بنسبة 30%، وبعد عمل جراحة كي الحنفية المعدلة بنسبة 40%. عشان كده احنا بندي تيراتان على جرعة كبيرة 30 مللي جرام على كيلو، وبنمشي عليه فترة طويلة بعد جراحات المنظار. وممكن لو الطفل كان عنده سابقة من تشنجات قبل تركيب صمام برضه نديله تيراتان. يبقى دلوقتي التشنجات مشكلتها بقى ان احيانا مع التشنجات بيحصل برضه ان الطفل بيشرق، لان انقباضات عنيفه قوي في بطنه، اللي جوه بطنه بيطلع وبيحرق. علشان كده بعض دكاتره الاطفال كانوا بينصحونا ان لما نعمل جراحه في المخ زي جراحه كي الحنفيه بالمنظار او الحاجات دي، نمشي الطفل على دواء ضد الحموضه يعني قبل الجراحه بيوم وبعد الجراحه بثلاث اربع ايام، زي نيكسيوم مثلا بجرعه مناسبه للطفل، بحيث ان احنا نقلل الحمض بتاع المعده ونقلل فرص الارتجاع اللي بيحصل. لكن على اي حال لو احنا مشينا على النصيحه بتاعتي وخليت راس الطفل عاليه لفوق واقف يعني، الموضوع ده بيتلاشى تماما الحمد لله، بقى لنا يمكن اكتر من سنه ونص ما حصلش اطلاقا، وباذن الله مش هيحصل، واتمنى انه ما يحصلش لاي حد فيكم، لانه
لانها مشكله مرعبه وخطيره وممكن تحصل في ثانيه، وتبص وما تبقاش حتى عارف ايه اللي حصل. يعني الطفل كان سليم وبعدين فجاه تلاقي تليفون الولد ازرق وما بياخدش نفس. لو انت في مستشفى كويسه وشطار بيلحقوا بسرعه ياخدوه ويركبوا له انبوبه ويشفطوا له، بس بيقعد بقى اسبوع في الرعايه لان صدر الرئه بتكون تعبت. لو مستشفى ضعيفه بقى والرعايه ضعيفه طبعا مع الاسف الطفل ممكن يموت، وتبقى انت كجراح تحملت مسؤوليه بدون سبب. دي حاجه مش مالكش ذنب فيها يعني. يبقى ناخد بالنا يا جماعه من المشكله دي، وان شاء الله المعلومه دي تكون مفيده ليكم وتنفعنا وتنفع الناس كلها.